وللوقوف عند التطورات الميدانية اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الكاتب السياسي اليمني توفيق حميدي. سيد حميدي، مرحبا بكم. يعني أنباء متواترة عن استعادة الجيش الوطني اليمني مطار الحديدة، لكن بماذا تفسر الانهيار السريع للميليشيات الحوثية؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد. أنا أعتقد أن ميناء الحديدة تشكل أهمية استراتيجية كبرى سواء لجماعة الحوثي أو لقوات التحالف العربي. قوات التحالف العربي اليوم التي تقود معركة الحديدة تعدت لهذه المعركة إعدادا كبيرا على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الإعلامية إلى غير ذلك. جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية تقاتل في أكثر من جبهة، هنالك تشتت واضح في القوة وتشتت واضح في العتاد. هنالك جبهة نهم المحددة العاصمة صنعاء، هنالك جبهة علب وصعدة التي تقدم فيها الجيش الوطني من داخل الحدود السعودية، هنالك أيضا جبهة الضالع ومريس، إضافة إلى جبهة تعز، إضافة إلى جبهات على طول الساحل، هنالك جبهات متعددة، وبالتالي لا تستطيع جماعة الحوثي أن تجمع قواها وتسحب قواتها من كافة الجبهات لتقاتل في لتدافع عن مدينة الحديدة، وبالتالي هذا الذي يفسر الانهيار الكبير، إضافة إلى أن مدينة الحديدة مدينة ساحلية وبالتالي هي مدينة مكشوفة، جبهة القتال مكشوفة سواء للطيران أو للبوارق البحرية، ولذلك اليوم الانهيار الذي حدث في المطار الحديدة وسابقا هو أمر منطقي، ولذلك الحوثيون يحاولون أن ينسحبون الآن تدريجيا إلى داخل المدينة، لأن المعركة الآن في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، نعم، من أجل أن يستنزفوا التحالف في معارك أو في حرب الشوارع ويتجنبون من خلال هذه هنا سيد حميدي. هنا يعني تعتقد أن الميليشيات الحوثية يمكن أن تستسلم بسهولة بعد أن فقدت مواقع استراتيجية مهمة في الحديدة، خاصة البعض رجح أن تكون هناك حرب شوارع في المستقبل المنظور؟ من يتابع المشهد السياسي الذي سبق عملية استعادة مدينة الحديدة كان هنالك حراك دولي كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة تدخل الأمم المتحدة وزيارة المبعوث الأممي قبل الحرب، وربما كان في صنعاء إلى اليوم من أجل وقف عملية الحديدة. الذي يفسر من خلال ذلك أمرين، لأنه ربما حصل التحالف العربي على ضوء أخضر لاقتحام الحديدة واستعادتها مشروط بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون خاطفا، والأمر الثاني أن لا يقود إلى تكلفة بشرية كبيرة، وبالتالي الحوثيين هم يدركون هذا الأمر، وبالتالي هم سيستميتون على الحديدة وسيسعون جاهدين لجر التحالف العربي إلى حرب شوارع من أجل إطالتها، وبالتالي سينحاز المجتمع الدولي ضد التحالف بسبب الكلفة الإنسانية التي ستكون بسبب حرب الشوارع التي لا شك بأنها ستكون باهظة وباهظة جدا على المستوى الإنساني. سيد حميدي، هناك تسريبات عن وجود عناصر من حزب الله اللبناني في الحديدة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الميليشيات في دعم الميليشيات الحوثية؟ باعتقادي أن جماعة حزب الله أو غيرها من الحشد الشعبي وعناصر الحرس الثوري الإيراني هي متواجدة من سابق سواء في صعدة أو غيرها من الجبهات، وهم يقدمون بالدرجة الأولى دعما لوجستيا وتخطيطيا لجماعة الحوثي. باعتقادي بأن أيضا حزب الله سيكون مهامه مقتصرة على نفس هذه المهام، مهمات استخباراتية لوجستية تعليمية، لكن لا أعتقد بأنها ستكون هنالك وحدات قتالية كبيرة تساند جماعة الحوثي في معركتها ضد الحديدة، لأنه الأمر أعتقد أن فيه نوع من الانتحار وفيه نوع من المجازفة، لأن أي جماعة أو أي ميليشيا ستأتي من حزب الله أو من إيران أولا لا تعرف طبيعة هذه المنطقة ولا تعرف أيضا القتال الدائر فيها
في داخل مدينة الحديدة، وبالتالي ستذهب إلى الانتحار. ولذلك أنا أعتقد أن الدور الذي يمارسه حزب الله أو إيران في معركة الحديدة وغيرها من المعارك هو دور لوجستي متعلق بتقديم الاستشارات، إضافة إلى التصنيع مثل تصنيع الألغام والمحلية إلى غير ذلك. من فيينا الكاتب السياسي اليمني توفيق حميدي، شكرا جزيلا لكم.